لسه مستمرين معاكم من داخل مدينة العالمين الجديدة، أرض السحر والجمال. ويمكن الأجواء هنا بتشهد حضور عائلات حتى من النهار الباكر. معانا أستاذ مهندس تامر عبد الخالق. يعني كلمنا عن زيارة أسر زيارتكم مدينة العالمين. والله أنا سمعت عنها كتير وشفتها في الإعلام كتير، فحبيت إن أنا أجي أشوف برضه، لكن ما شاء الله الأجواء رائعة ممتازة، حاجة فوق الخيال يعني. يعني بصراحة أنا أول مرة أتخيل إن مصر فيها حاجات بالروعة ديت يعني. فبصراحة مبسوط جدا يعني باللي أنا شايفه من تطور، من عمران، من كل شيء. انطباعك عن مدينة العالمين؟ جميلة ما شاء الله، حلوة جدا، مبسوطة جدا إن أنا جيت هنا، يعني أول مرة أوصل هنا وأحضر أشوف الأجواء الجميلة دي، يعني حلوة خالص. شكرا. انطباع حضرتك عن مدينة العالمين؟ الحمد لله بخير. حضرتك شوقي النجار، إحنا فعلا هنا أول مرة نيجي مع بعض، وفعلا أول مرة نشوف الجمال والروعة دي في البلد عندنا، حاجة تشرف وحاجة تفرح أي حد. عشان كده جايبين الاولاد معانا، وان شاء الله مش هتبقى اخر مره، وباذن الله هنيجي تاني. يمكن رايح لك في الاماكن بشكل عام، زرت بعض الاماكن ولا دي لسه الزياره الاولى؟ دي الزياره الاولى وان شاء الله مش الاخيره يعني باذن الله. احنا كنا بنسمع بس دلوقتي لا، حاجه ما شاء الله، وباذن الله هنيجي تاني ونشوف اكتر يعني باذن الله ان شاء الله. يعني راي حضرتك في مدينه العالمين الجديده والزياره الاولى حضرتك؟ هي فعلا الزيارة الأولى، بس هي مدينة رائعة، وهي تعتبر وجهة سياحية حلوة جدا لمصر ومشرفة، وإن الناس يجوا يشوفوا بلدنا بالمنظر ده، وإن فعلا بلدنا بتتطور، وبنعكس للناس إن عندنا أماكن جميلة تقدروا تستمتعوا بيها في مصر، مدينة رائعة يعني مستوى عالمي. إيه رأيك في مدينة العالمين؟ جميلة بس ما شاء الله، حلوة قوي وعجبتني، وأول مرة ليا أشوفها بالجمال ده. مش هتيجي تاني؟ أنت إيه رأيك؟ حلو. يعني هتنزل البحر النهارده كده وتظبط الدنيا ولا ايه؟ نزلنا خلاص. نزلت خلاص. يمكن نعود اليكم من جديد، زميلي العزيز احمد علي وامينه ماهر واحمد حازم، اليكم الكلمه.